سوليوشن عندي ثلاث قوى ادي البي، عندي قوه ب 800 وعندي قوه ب 3000، مديني زاويه دي 60 زاويه دي 90، دي 90 اقدر اقول ان دي 30 ودي 60، 60 درجه. عايز الرينج بتاع الفي بحيث ان المحصله دونت اكسيد لا تعد لا تتعدى قيمه مين 2400. نبدا نحلل القوه، يبقى عندي هنا 800 كوساين 60 وهنا 800 ساين 60، هنا 3000 ساين 60 وهنا 3000 كوساين 60. فمشان القوه في اتجاه الاكس هكسبها من القوه في اتجاه الاكس بي زائد 800 كوساين 60 زائد 3000 ساين 60 ناقص، يبقى بي زائد 800 كوساين 60 ناقص 3000 ساين 60، يعني الاكس بتساوي بي زائد 400 ناقص 1500 جذر 3 ناقص سمشن اوف اكس. سمشن اوف واي هتساوي 800 ساين 60 زائد 3000 كوساين 60. انا هتساوي سمشن اوف في اتجاه الواي 400 جذر 3 زائد كام؟ زائد 1500. سمشن اوف في اتجاه الواي هتساوي 2192 في 100 من سنت من 10. طيب يبقى عندك المحصله بتساوي جذر التربيع سمشن اوف اكس تربيع زائد سمشن اوف واي تربيع، المحصله ب 2400 هنربحها التربيع يشيل الجذر، يبقى ايه؟ بي زائد 400 ناقص 1500 جذر 3 اللي هي 1198 زائد 2192 خلاص، يبقى عندك بي ناقص 2198 بتساوي موجب او سالب 975، لان احنا هناخد الجذر التربيعي، يبقى احنا عندنا ده الطرف اللي هناك خلاص، وده كده خدناه الجذر التربيعي، يبقى عندك ده، يبقى عندك احتماليه البي يا اما تساوي 298 على ده الطرف اللي هناك زائد 975، يا اما البي بتساوي 298 ناقص 975، يبقى عندك البي يا اما بتساوي 3173 ونص او 1222.6، يبقى عندك الرينج بتاعك البي لازم تكون اكبر من البي لازم تكون اكبر من او يساوي 1222.6 او اقل من 3173.5.